بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. ثم أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله جل وعلا، فهو القائل في محكم تنزيلي بعد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا على الإسلام وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، مثبت بها قلوبنا مثبت بها قلوبنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يظلنا تحت ظل عرشه وما لا ظل إلا ظله إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد والذي هو بعنوان أحلامنا الجميلة، والتي أسأل الله تبارك وتعالى أن يكون يومنا هذا يوم مشرق بالآمال بالآمال وبالأحلام الواقعية الجميلة إن شاء المولى، وبالتفاؤل والبشر إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم أمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزيك يا أمة الله، زي حالك؟ اهلا بحضرتك. تفضلي. الرؤيه اللي هقولها لحضرتك دي، انا في برنامج علاجي بقالي اكتر من 40 يوم. تمام. شفت ان انا كاني بختبر، يعني قاعده على دكه كده في اختبار، بختبر ماده شرعيه انا فعلا بدرسها في الحقيقه. نعم. بس وانا قاعده في الاختبار كل زمايلي بيحلوا وانا اكن روحي طلعت وانا قاعده. فانا توقفت عن الحراك ولا بحل، والورقه قدامي زي ما هي وانا بس اللي عارفه ان انا روحي طلعت. فاللي حواليا متعجبين ليه انا مش بحل. لما خلص وقت الاختبار وخلاص بيلموا الورق من الاخوات، لقيت ان انا روحي رجعت تاني وبدات احل. فانا تعجبت ان انا ازاي بحل وهم سايبيني مع ان الوقت خلص. نعم. الوقت خلص ولموا الورق وانا في الوقت ده بدات ان انا احل بقى. نعم. بس طيب يا أمة الله، يعني انت كنت بتستخيري على شيء معين انت بتدرسيه في مادة شرعية مثلا؟
لا انا ماشيه في الدراسه يعني، استخرت الحمد لله وماشيه فيها بقالي طيب شهور. جميل، يعني بفضل الله تبارك وتعالى انا بقول لك ان هذه الرؤيه الدلاله على ان فيها حياه القلوب، فيها حياه القلوب، رغم انك انت حسيتي بتوقف او ب يعني احساس بخروج الروح، الا ان هناك مواصله في العلم الشرعي، لان العلم الشرعي دائما يكون في محطه ميزان العبد عند الحساب يوم القيامه، لان الامتحان حساب. وانا شايف انك انت يعني مطبقه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اذا مات ابن ادم انقطع عمله من ثلاث: علم ينتفع به. هو ده العلم، مهما خرجت الروح الا ان هناك مواصله هتفضل تكتبي رغم ان الوقت خلص، الى ان برضه العلم يدر نفعا الى يوم القيامه. السلام عليكم ام احمد. السلام عليكم. ازي حضرتك يا شيخ؟ ازيك يا ام احمد؟ وعليكم السلام. الحمد لله على السلامه، ازي حالك؟ ايوه يا ام احمد، الله يسلمك. تفضل يا ام احمد. يا شيخ انا كنت بس انا في مشاكل دلوقتي مع جوزي. ايوه. وكنت يعني عمال اصبر عليه واقول هيرد لي يعني وكده، هو زي ما حضرتك شفت لي في الرؤيه اللي انا عروسه وكده، وان هو هيرد لي، فانا عماله اصبر بكده اقول هيرد لي هيرد لي، بس بشوف ان هو مشدود لها يعني، وبيبقى يسيبنا انا والعيال وكده، يا ام احمد بعمل مشاكل يعني، بص يا ما ام احمد، عندي صبر. يا ام احمد دائما ابدا بتكون شده المحنه وراءها الفرج، وهذا مما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلما اشتد القرب حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله إيه؟ قريب. بالظبط كده يا أم أحمد، ما أنت حافظه كويس أهو. لما اشتد الأمر وزلزلوا، زلزلوا، أنت في زلزال دلوقتي صح؟ أيوه. أنت بتتزلزلي حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه من الزلزال ده متى نصر الله يا رب؟ ألا إن نصر الله قريب. أنا بتعذب والله يا شيخ. والله العظيم هو ده بشارة النصر. أيوه. يعني أنا عايزك تتفائلي لأن ده توجيه قرآني مش كلامي أنا. أنا خايفة يكون يعني عينساني بقى وكده. لا مفيش الكلام ده، اعلمي أنه ما اشتدت المحنة إلا وكان الفرج. ما اشتد ظلام الليل إلا وكان خروج الفجر، صح كده؟ أيوة. لما الليل بيخش في الظلام الدامس بيبقى بعديه الإيه؟ أيوة. الفجر. فأنت إن شاء الله أنا بقول لك إنك أنت تطبيقًا لقول الله عز وجل يعني وزلزلوا أم حسبتم، بس ما تخليهمش يقفلوا لحد ما أخلص كلامي، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ يا رب إمتى نصرك؟ ألا إن نصر الله قريب. فأنت دلوقتي في بأساء وفي ضراء وفي زلزال في القلب، اعلم إن الجائزة جاية يا رب أكيد يعني، فأنا عايزك تستبشر إن شاء المولى. يا شيخ بس حضرتك يعني مأكد لي ان هو ان هو هيرد لي رد ان شاء المولى عز وجل، وان شاء الله هذا الاستوديو سيشهد بهذا الكلام، لان ما تكلمت بكلام الا برؤيه صادقه من الله عز وجل، فانا شايف ان شاء الله في بشاره والله يا ام احمد، قريبا سيطمئن قلبك وستستبشر يعني قلبك بهذا الامر ان شاء الله. السلام عليكم حاجه سيده. السلام عليكم. فأنا أرى يعني أن دائما بقول لأهل القرب، وبعدين يا أم أحمد عايزين نكمل دعاء سيدنا يوسف، وإحنا إن شاء الله البشارة إن إحنا دعاء سيدنا يوسف أنا منزلينه وكلتهم بصوتنا إن شاء الله على القناة لمن أراد أن يحمله دائما تسمعه. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل غريب، ويا ملاذ كل خائف، ويا حاضر كل ملأ، ويا سامع كل دعوى، ويا عالم كل نجوى، ويا كاشف كل قربة، ويا كاشف كل قربة، ويا كاشف كل قربة، ويا صانع كل مصنوع، ويا جابر كل كسير، أسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أن تقذف رجاءك في قلبي حتى لا أسأل أحدا سواك، ونجني يا رب مما أنا فيه، إنك على كل شيء قدير. شاء المولى. ده قلتون دعاء فك الكرب وجلب الرزق و
ورفع الهم والحزن ان شاء الله هينزل دعاء سيدنا يوسف في بطن البئر كما علمه جبريل من رب العزة ان شاء الله. يا ريت نحمله باذن مولى المحمود. السلام عليكم ام عمر. ازيك يا ام عمر؟ جزاكم الله خيرا على كل ما تقدموه لنا، بارك الله فيك. الله يبارك فيك ويحفظك يا ام عمر، يجعل ميزان حسناتك واهل بيتك يا رب. الله يكرمك ويحفظك. انا شفت اللهم اجعله خير ان انا عامله مكرونه بالبشاميل وبعدين حطيت على وشها جبنه اللي هي بتسيح دي اللي بتحط على المأكولات يعني. وبعدين قعدت انتظر شويه انا وبنتي، يعني كنت انا عامله لها يعني دعاء الاستخاره. قعدت انتظر شويه انها الحمد لله ثواني كده وبقت لونها كويس يعني، بس ما فيش لا صلصه ولا فيه يعني، كلها بيضه يعني كده. وبعدين انا وهي دقنا كده قلت لها حلوه اهي، وبعدين قالت لي هي ضاقت، قالت لي كويسه يعني، دقنا كده حاجه بسيطه يعني. وبعدين كنت عامله من كام يوم برضه دعاء الاستخاره، وبعدين لقيت فلفل انا حاطاه في برطمان وبرتقان بس مش حاطة عليه ميه وملح ولا حاجه. طيب يا ام عمر انت يعني انت في واحد يعني متقدم لها بس هي مش مستريحه يعني. طيب ما هو ده القرار الذي يشتاط له اهل البيت، يعني الفلفل ده قرار عايز يعني. بس الفلفل والبرتقال مع بعض ليه يعني حطهم في برطمان؟ من هقول لك اهوت، من هقول لك اهو، الفلفل يدل على القرار لان في حيره، في 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 ثوره في اتخاذ القرار، في 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 يعني مناوره وفي شده وفي جذب، والراجل والبرتقال دلاله على ان هذا الرجل رجل صالح، يعني ميزه الرجل، والفلفل القرار. فيا ريت ان شاء المولى، والادام اللي انت شفتيه المكرونه ان شاء المولى ادام وزواج، وهو طيب هذا الرجل، يا ريت تقبلوا عليه وصلي استخاره ثانيه وتابعينا باستخاره ان شاء الله لانه زوج صالح. السلام عليكم. عليكم السلام، قطع الاتصال. طيب يعني يا ام عمر دائما اقول ان الادام كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم الادام زواج، وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر الي فانه احرى ان يؤدم بينكما. طالما شفت ان انا بعمل مكرونه اجيب البنت تشوف الولد ده مره واثنين وثلاثه، ربما في اول مره ترفض، في تاني مره يبقى الرؤيه الشرعيه ثلاث مرات، والله انا هرى اول مره واستخير وتاني مره واستخير وثالث مره واستخير البنت نفسها والام، فربما النبي قال كده انظر اليها فانه احرى ممكن ان يؤدم بينكما، يبقى في يعني رغبه او في بشاره ان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يفتح القلوب. لكن انا شايف الادام طالما انه طيب فان شاء الله ادامه خير وبركه. الفلفل مع الشطه الفلفل قرار لانه فكر شغال، والبرتقان هو دلاله الزوج الصالح، البرتقاله دلاله الولد الصالح والزوج الصالح، وانا اعتقد ان اجتماع الاثنين مع بعض في حيره، شاب كويس وصالح ولكن القرار صعب وفيه نوع من الثوره وفيه نوع من العصبيه، فان شاء الله ربنا يعينكم يا رب والامر يتم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ام يوسف. وعليكم السلام يا شيخ، عامل ايه؟ ازيك يا ام يوسف الله يحفظك. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ انا اليومين دول بدور على شقه. نعم. حلمت ان انا وجوزي وواحد انا ما اعرفوش قاعدين في اوضه، المهم اوضه شقه يعني فاضيه. المهم دخل بص من البلكونه كبير، فبعدين بقول لجوزي اضربه واقلع يعني الحذاء وكده عشان اقول له جوزي اضربه. المهم الراجل اللي قاعد ده راح ماسك البورس ده بايديه وقال انت بتكتفي مش خايفه منه؟ فقلت له انا خايفه منه. فبعدين راح قايل لي لا ما تخافيش، المهم ان هو القرب مني بالبورس ده بيخوفني بيه بس بهزار. وانا قمت مطبوعه من النوم وانا بقول له لا في اول رؤيه يعني. انت ام يوسف وقع اختياركم على شقه ولا لسه بتبحثوا؟ انا لسه ما شفتهاش، هو موعدنا ان احنا نشوف شقه بس انا ما اعرفش لسه ما شفتهاش يعني. طيب انت ان شاء المولى عز وجل يعني بالنسبه للبورصه انا اعتقد ان يا ريت تزولي على موضوع الرقى الشرعيه لان هناك معطلات من الامور، عايزك تمارسي لان في شيء بيترصد ليكي لما بتاخدي قرار بينشط في اتخاذ القرار، في جن بينشط في اتخاذ القرار، واعتقد ان الجن ده خاص بالزوج وليس خاص بك انت، خاص بزوجك هذا الجني. نعم معلش يا شيخ. نعم ماشي معلش. انا في رؤيه ثانيه، انا داخله شغل مع اخويا. نعم. حلمت برؤيتين، اول واحده ان انا في شقه، المهم ان انا جات لي بشرى من الاول شديت مع واحد كان قدام باب الشقه بتاعتي شوالين رمله اللي هي بتتعمل بيها الاسمنت والحاجات دي. نعم.
وبعدين شغالين رمله دول بتوعي انا، فانا شديت مع واحد قلت له لا الرمله دي ما تخرجش منها دي بتاعتي انا. فالمهم اخويا خلصت الموضوع، اللي خلاص الموضوع خلص. وبنت اختي جات لي وبتقول لي انا حامل، انها طلعت حامل وكده، وانا حضنتها جامد يعني وقلت لها مبروك يعني، يعني كنت فرحانه لها جدا. دي اول رؤيه. تاني رؤيه حلمت ان انا في بيت امي كده، بس ناس انا ما اعرفهمش بيطبخوا، الناس دي معروفه في التلفزيون يعني ستات، من ضمنهم واحده اسمها اميره يعني، وعامله اكل زي اكل فخم او كده. المهم ان انا قعدت على السفره وستات كتير قاعده وراجل بس وحيد هو اللي قاعد صاحب الموضوع ده كله يعني. وانا باكل شوربه خضار، ونوع المكرونه اللي فيها زي صنع عصفور دي فخم، نوع المكرونه فخم وحلو. المهم ان انا اكلت منه، وبعدين جوزي كان موجود بس ما يعني ما كانش قاعد على السفره يعني باكل. المهم ان انا نزلت وسبته، ونزلت مع اختي وسبته بعد ما اكلت. وبعدين جالي في الشارع فبقول لي سبتيني ليه؟ فقلت له معلش انا ما اعرفش انا سبتك ازاي. فبعدين كده حد كلمك يعني؟ قال لي لا ده استقبلوني كويس، والست نزلتني في الشارع يعني، نزلتني لغايه تحت. طيب يا ام يوسف، بالنسبه للرؤيه الاخيره، انا اعتقد انك انت زوال الهم اللي عندك او الكرب اللي عندك او داء السحر اللي عندك او المس على حسب ما يكون، يجب ان يقولوا الى التقرب الى الله عز وجل بالصدقات، دعوا مرضاكم بالصدقات، اطعام الطعام. الله يبارك فيكي، ويعني بفضل الله عز وجل دائما اسم اميره يدل على البشاره، في يعني اماره يعني دلاله الشفاء، اميره دلاله الاماره، والاماره هي الشاهد على زوال هذه الغمه سواء كان من المس او السحر او الحسد، يكون بإطعام الطعام زائد الرقية الشرعية. إطعام الطعام التصدق إلى الله وتقرب إلى الله بالدعاء. أما بالنسبة للرؤية الثانية الكسية، أنا قلت المثنى من الشيء ذكر، والبنت اللي أنت شفتها حامل إن شاء الله بشريها بمولود ذكر، كسين الرملة، مثنى الشيء ذكر، وللذكر مثل حظ الأنثيين، فإن شاء الله بشريها بأول مولود لها إن شاء الله سيكون ذكر بإذن المولود. السلام عليكم أستاذة منى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ، أنا كان حلمت والدي بيتصل بيا. انا معايا ولد، معايا ولدين وبنت. نعم. فبيقول لي بيقول لي ربنا انا معايا فارس وعلي. فبيقول لي ربنا يخلي لك علي. نعم. فرحت انا معيطه. جيت بعد كده، ده حلم بس واحد، ممكن اقول حلم تاني بنفس الحلم برضو. تفضلي. برضو كنت انا قاعده انا وبنت خالتي اللي هي اخت جوزي، برضو بتقول لي بقول لها الدبله بتاعتي فين؟ فبتقول لي طب دوري عليها، الله اكبر راحت فين منك؟ فبقول لها ده انا والله العظيم يا رب. فبقول لها ده انا حسن، ده انا حسن مش هيخرب الدنيا معايا، ده الدبله ده من فلت بس دوري عليها هتلاقيها. فرحت برضو معيطه. نعم. بس. طيب يا حاجه منى، يعني دائما البكاء في الرؤيه فرج. فرج، وانما الوقع من التخويف يكون من الشيطان. يريد الشيطان أن يوقع على قلب العبد في النوم باليأس والخوف، وأن يمنع البشارة من الله عز وجل. وإحنا الإمام علي حجمونا قال كده، قال أن رؤيا الإنسان ونام بين أمرين، في حال حينما تصعد الروح إلى الله عز وجل بيكون في عدم الاستقرار، أو في حال الاستقرار، الاستقرار بأن تصعد إلى الله تبارك وتعالى، وهي في حالة دخول الإنسان في النوم العميق، نايم ما بيحسش بحاجة. الرؤية هنا تكون رؤية صادقة. في حالة نزول الروح من السماء بالخبر تتلقفها الشياطين، اللي هو لاحظ بقى التقلب وعايز يقوم من على السرير بين اليوم واليقظة، فيرى فيما يرى النايم أنه تتخبطه الشياطين، فيقع على قلبه شيء من الإيه؟ من اليأس أو الهم أو الحزن، وذاك دخل من الشيطان. فإذا رأى أحدكم ما يقرأ فليتعوذ بالله من شر ما رأى، ويتحول عن جنبه الذي عليه، وليدفل عن يساره ثلاثا فإنها لا تضره. كلمة ربنا يخلي علي ربما تكون مفاضلة بين علي وفارس. علي سيكون من أهل الدعوة وربنا يبارك لك فيه، لكن ما لا يعني ذلك فوات الأجل أو قرب الأجل أو الموت، ما يعنيش الكلام ده، لكن مفاضلة في إن ده هيكون من أهل الدعوة وده يبقى شيء شوي، فربنا يهدهم لك الاثنين بإذن الله. أم رحمة السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخ؟ ازيك يا أم رحمة؟ الله يسلمك. الله يحفظك. ممكن يا شيخ عندي كذا حلم كده وبتمنى ان حضرتك تفسر. تفضل يا ام رحمه. الحلم الاولاني انا حلمت ان انا اشتريت بيت كده واسع وكبير،
وله بابين اتنين، باب قبلي كده وباب بحري، وليه فرندا كبيره. نعم. وقدام الفرندا دي زرع من كل الاشكال، يعني قطن وذره وكل الزروع يعني. نعم. وكنت يعني فرحانه ان انا اشتريت البيت الواسع الجميل ده، وعماله اقول الحمد لله يعني ربنا رزقني ليه. زميلتي دايما تقول لي ربنا يوسع عليك. نعم. الحلم الثاني، حلمت حلم غريب يا شيخ كده، ان انا جيت اشرب من الكوبايه الازاز، وبعدين الكوبايه اتكسرت في بقي، والازاز دخل في شفايفي، وشفايفي وبقي عمال ينزل دم. وانا عماله اشيل في الازاز ده، مش عارفه اشيله، بس بقي عمال ينزل دم كتير، وانا عماله اعيط، وابني عمال ليا ابني تعبان كده عمال يبكي جنبي يعني. الحلم الثالث، انا ليا اخ مش يعني ربنا ما رزقوش بالانجاب، وحلمت ان هو مراته جابت بنت جميله قوي، وانا فرحانه وعماله اقول لها الله بنتك اموره قوي. قالت لي اصل انا كنت دايما بقول ربنا يديني بنت حلوه زي عمتي. بس يا شيخ يبقى مراحمة. بالنسبة ليك انت عاملة ايه مع ربنا عز وجل؟ سمحت من السمع يا دقيقة. عاملة ايه مع ربنا؟ عاملة ايه في الصلاة والعبادة والذكر والدعاء؟ والله الحمد لله، بس اكيد مكسرة برضو، كلنا طيب. مكسرين يعني. يعني الزوج مصدر الرزق للزوج ايه؟ بيشتغل في ايه؟ وطي. ايوه يا شيخ. الزوج بيشتغل ايه؟ والله الشيخ زوجي بيشتغل في شركه قطاع خاص، والظروف ملطشه معاه اليومين دول يعني، وقاعد من الشغل وكده. طيب بص يا ام رحمه، يعني بالنسبه للرؤيه الاولى، البيت الذي له، طب انا ممكن اقفل واسمع منك؟ تفضل يا ام رحمه. البيت الذي له بابان بفضل الله تبارك وتعالى، فهو يعني يدل على امرين. الباب دلاله الفتح، اما ان يدخل واما ان يخرج. في بابين، في بابين، باب بركه رزق داخل، وباب بيخرج الرزق، رغم ان سعه الرزق موجوده والله العظيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، وسبحان الله، وامشوا في مناكبها وكلوا من رزق واليه النشور، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالرزق موجود وبسعه، ولكن المشكله في ما الذي يحفظ النعمه؟ انت عندك بابين، باب داخل منه الرزق وباب طالع منه الرزق، بدلاله الرؤيه الثانيه بتاكد هذا المعول، وهو الدم المتساقط، وهو المال الفاسد الذي لا بركه فيه، لأنه لم يراعى في حق الله عز وجل. إطعام الطعام، الصدقة، الزكاة، كل ذلك كان حق العبد أن يحفظ نعمة الله عليه بهذه الأمور. فأنت لو شفت أمور ربنا في مالك ورأيت حق ربنا في مالك، ربنا يحفظ عليك النعمة. أما الباب اللي مفتوح إبلي وباب مفتوح بحري، فالرزق داخل والبركة مش موجودة، فبيخرج من باب التاني، فذاك لا تلومن إلا نفسك. لكن إن شاء الله أبشرك بسعة، فإذا فتح الله عليك من سعة مال، فعليك ان تتذكري حق الله عليه حتى يبارك لك الله عز وجل، يضاعف الله عز وجل لك، كما قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا ام احمد؟ الله يخليك. ازيك يا شيخ؟ الله يحفظك. انا عندي حلمين لواحده جارتي. تفضلي. هي بتقول بنتها حلمت مره ان هي غسله غسيل، وبعدين نشرته، فراحت لم وتلاته كله ملف لان. مع العلم ان هي كل ما يجي لها عريس ويشوفها ويبقى فرحان قوي ان هو جالها، بيقوم ايه يرجع تاني ما يجيش خالص. الحلم بتاع امها بقى ان هي عندها قدام بيتها اوضه مجاري، فتلقيتها في الحلم مفتوحه وطلع منها شيء كبير اسود. فهي مش عارفه هو يعني ايه الشيء ده. طيب ربما كان شيطان، لان الشيطان يدل عليه السواد، كما قال ابن تيميه وابن القيم، اللون الاسود سواء في الكلاب او في الحيات او في الاشباح او في الهواء او في الدخان يدل على شيطان الجن. خلاص، فيا ريت الله يكرمك هذه الاخت تعمل رؤيه شرعيه في بيتها ولابنتها او لاهلها. اما بالنسبه للرؤيه الاولى، فالغسيل الذي ينشر ربما كان يعني درء لشبهه، وربما كان درء لدواء، وربما كان غسل للبدن بالرقه الشرعيه، لان الغسيل ما بيتنشرش الا لما يغسل بالماء، والماء طهور. يبقى هذا مثلا يضرب، ويضرب الله الامثال للناس. أنا عايزك تتفكر في هذا الأمر، فيا ريت نغسل البدن بالرقية الشرعية إن شاء المولى، لأن البنت هناك تعطيل للزواج، ربما يعني محتاجة رقية شرعية من السحر والمس إن شاء المولى. السلام عليكم أم عمرو. السلام عليكم. طيب أم رحمة، كونك تأكلي في الزجاج ويتنزل الدم من الفم، فالزجاج كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو القلب، والقلب بعيد عن الله تبارك وتعالى في حقوق الله عز وجل، كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. لما المال دخل كان في فتنة المال، وكان في بعرجة واشتري واعمل وكبر واشتري وكلام ده، وبارك في الشقة وغير الفرش وكلام، ولكن فين حق ربنا؟ مش موجود. لما راح المال قعد
بلوم نفسي ليه؟ لان انا ما حفظتش النعمه بالشكر والثناء. ونعمه الحفظ المال الصدقه والزكاه واطعام الطعام وابن السبيل والمسكين وكفالة الطفل اليتيم، عشان ربنا يبارك في المال ده. فالدم المتساقط هو فساد المال، وفساد المال لا يكون الا بنسيان حق الله عز وجل فيه. فساد المال يعني المال لما يخرجش، لما ما خرجش منه زكاه، خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها. المال لما تاخدش منه الصدقه والزكاه بيبقى مال فاسد، مليان شبهات، مليان خباثه. فالدم ده هو المال المتساقط اللي ما عرفناش فيه حق ربنا. فيا ريت الله يكرمك لما ربنا يفتح عليك بمال وجوزك اشتغل، ان شاء الله لا تنسى حق الله عز وجل. وكن نيه مبيته من دلوقتي يا رب، لو فتحت علينا والله سنخرج الزكاه ونفعل ما يرضيك عنا في هذا المال. السلام عليكم ام مصطفى. وعليكم السلام وفضيلك الشيخ. ازيك يا ام مصطفى، ازي حالك؟ بص حضرتك، انا الليله دي شفت رؤيه ان انا واقفه على شط البحر وفي سمكتين جنب بعض طلعوا لي بسهوله، فانا مديت ايدي وخدت الاولى. فزميلتي وزميلي واقفين على الشط، زميله مساعد وزميله اسمها منى، فقلت لهم امسكوا السمكه دي لحد ما اخد الثانيه، فخايفه الثانيه تضيع مني، فمسكتها وخدتها بكل سهوله. هم كانوا سمكتين بلطيين كبار. فلو سمحت عايزه التفسير. ام مصطفى كيف حالك مع الله عز وجل؟ الحمد لله، الحمد لله في تواصل، بس يعني احنا برضو مقصرين يعني. ربنا يصلح حالك يا ام مصطفى، يعني انا ابشرك بفضل الله عز وجل ان الوقوف على البحر طهور ومغسله من الذنوب، واما بالنسبه للرزق فياتيك هينا سهلا طريا. الرزق الذي يوفيك من الله عز وجل انما يوفيك هينا سهلا طريا، طيب الطعم، انك انت اخذتيه لقيت الموضوع سهل جدا. فيجب عليك، يجب عليك ان تطهري وتحفظي هذا الرزق السهل بشكر الله عليه. طهري مالك برضه لان البحر طهور، وطهاره المال السهل الطيب ده بايه؟ انا مش تعبان فيه، اطهره بايه يا عم الشيخ؟ بان انا اطلع فيه الصدقه، ان انا والله العظيم لو بجنيه واحد. سيده عائشه كانت كل يوم اذا تصدقت بدرهم كانت تطيبه بالمسك، فلما سئلت قالت علمت انه اول ما يوضع في يد الله، سبحان الله، فاحببت ان توضع في يد الله وهي طيبه، ريحتها طيبه. من منا يرفض انه كل يوم يحط ايده في ايد ربنا؟ من منا يرفض انه كل يوم يحط ايده في ايد ربنا؟ علمت انه اول ما توضع في يد الله. بجنيه يا اخوانا احنا بنصرف بلاوي متلتله في الشهوات وفي الاكل وفي الشرب، وفي الاخر الفضلات بنحطها في الزباله، مال برضه بيتحط في الزباله، في البذخ والاسراف والحيطان اللي بتتغير كل يوم والفرش بتتغير كل يوم، ولكن حق ربنا فين؟ مفيش. يبقى برضه نفس الرؤيه يا ام مصطفى، انت واقفه على بحر ربنا بيقول لك يا ريت تطهر مالك بالحمد والثناء، تصدق باقل القليل، لا تنسوا حقوق العباد، الفقراء واليتامى والمساجين ومساجد ربنا، انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر. من اللي عمر مساجد ربنا؟ من اللي هيجدد المساجد؟ من اللي هيجدد الفرش؟ من اللي يجدد المنابر؟ من اللي جدد المآذن؟ يا ريت الله يكرمك، لان الرزق جاي لك سهل. احفظ نعمه ربك بتطهير المال بالزكاه وبالشكر وبالثناء، ربنا يحفظ نعمته عليك ان شاء الله. ام ضياء السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ام ضياء؟ ازيك يا مولانا؟ الله يسلمك. تفضلي. عندي رؤيتين لو سمحت ممكن اقول لك. تفضلي يا مضياء، تفضلي. شفت في الرؤيه ان انا عندي وزه رقبه ومطلعه 11 وزه بيض قوي، شكلهم جميل قوي. نعم. بس بعد فجاه كده بصيت لقيت جاز كتاكيت صغيرين ميتين، بعد ما طلعت ايه الوز الابيض الجميل اللي بقول نعم. لحضرتك عليه. نعم. فمش عارفه بقى ايه الرؤيه دي. والرؤيه الثانيه، نعم، الرؤية التانية ان شفت في جيراننا كده في عندهم ارانب كتير في مية. فبصيت فجأة كده لقيت الارانب دي طالعة وجاية عندنا وقلبت ديوك، ديوك كبيرة شمرت كده. نعم. فمش عارفة دي ايه كمان. بص يا ام ضياء، يعني انا بالنسبة لجيرانك عندهم مشاكل كثيرة جدا. يعني عندهم فعلا مشاكل، لان الارنب كما قال اهل العلم حيوان يدل على الهم الشديد والحزن الشديد، خلاص. وكون الهم ينتقل من عندهم الى عندك في صوره ديك، فاحفظي بيتك من الهم والحسن بكثره الاذان. انا بقولها للناس كلها، شغلوا الاذان المتكرر في البيت، والله بيدفع القرب والهم والحزن
الله اكبر الله اكبر. ده احنا الحاجه الوحيده اللي بنقولها ايام العيد رغم ان فرح وسرور وطلاقي وحب ود بنفضل نكبر ليه؟ لانه يوم فرح فبندفع بيه الهم. الله اكبر الله اكبر، بندفع الهم بالتكبير. يا ريت تكبر في بيتك تدفع الهم، وان شاء المولى عز وجل ينقلب الهم الى رزق والى بركه. اللي دل على ذلك الرؤيه الاولى 11 وزه هو بركه الرزق، وان شاء المولى اللمه والصحبه، لان 11 دلاله على اخوه سيدنا يوسف. ربنا ما يفرق بينك بينك وبين اولادك وبين خلانك وبين اخواتك ان شاء المولى. وكون ان في كتاكيت ميته ده درء العين، درء العين ده حسد يدرا بالذكر والدعاء والاستغفار والركع الشرعيه وتشغيل صوت البقره والاذان المتكبر. فيا ريت الله يكرمك استعين على قضاء حوائجك يا مضياء بالسر والكتمان، وحاول تداري على شمعه الايد ان شاء المولى. فاصل نستغفر ربنا 50 مرة، فقل تستغفر ربكم انه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. يا ريت كل فصل نستغفر ربنا ان ذنوب كثيره، وانا استغفر معاكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نستغفر ونعود، فانتظروني بعد الفاصل. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنبه بعد الفاصل إن احنا منتظرين رسائلكم. أنا بحب جدا الرسائل اللي فيها عمق بتدل على صلاح القلوب، بتدل على إن شاء المولى بركة الرزق وعلى صلاح الولد وعلى البشارة بمولود جديد إن شاء المولى وعلى البشارة بقرب الزواج. يا ريت اللي مش قادر يتواصل عبر الاتصال يبعت الرسالة على 94174. أنا منتظر رسائلكم وإن شاء الله مش هنفوت رسالة إلا ما نجاوب عليها النهاردة بإذن المولى. 94174 منتظر رسائلكم. معنا أم يوسف. السلام عليكم. ازيك يا أم يوسف؟ السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا أم يوسف. شوف أنا شفت إن أنا راح أزور عالم من العلماء في القناة بتاعته، فكنت بجري عليه كالطفل الصغير اللي بيجري على والده، فهو كان فاتح لي دراعاته، فأنا جريت وأول ما وصلت عنده رايح أقبل إيده، فهو جه واخدني بين أحضانه وقبلني في خدود الاتنين. دي انتهت الرؤية. الرؤية الثانية ان انا شفت الدكتور احمد عمر هاشم بيديني الكتاب ادعية، فبيقول لي ايه افتح الصفحة الثانية وخلي بنتك تقرأ الدعاء ده بس كده وانتهت الرؤية. طيب يا ام يوسف، يعني ارى بالنسبة ناخد الرؤية الاخيرة، بنتك عندها كم سنة؟ في ثالثة اعدادي. ثالثة اعدادي. طيب يا ام يوسف يا ريت يعني لوزي اليها بكثرة الدعاء، فإنه بمنزلة ربما دل يعني تخصيصه العالم زي الدكتور أحمد عمر هاشم، وأنا هذا الرجل أحبه في الله عز وجل، تخصيصه لقول المزي هذا الدعاء فإنه بمنزلة، وهذه البنت إن شاء الله ستكون بمنزلة من الله عز وجل إن قدر الله لها ذلك بالعلم وبالشرع وبالدعاء إن شاء المولى. فالدعاء بمنزلة من الله تبارك وتعالى. بالنسبة للرؤية الأولى كونك أنك أنت روحت العالم في قناة ولست إليه، فهو تبجيل أهل العلم، توقير أهل العلم في زمن يعني نسأل الله العفو والعافية، قصر وفيه الرويبضة، قصر وفيه السفهاء والجهال الذين يتكلمون بغير علم. فأنت من أهل يعني احترام العلم والعلماء، وإحنا عايزين نوقر أهل العلم ونشيل أحذيتهم، لأنهم هؤلاء هم الذين يحفظون العلم الشرعي في قلوبهم وفي صدورهم. إن الله عز وجل يقبض العلم انتزاعا ولكن يقبضه بقبض العلماء، يعني العلم لن يقبض بانتزاع العلم من صدور الناس، لا ده يقبضه بقبض العلماء. فإذا مات العالم حزنت عليه السماوات والأرض. فيا رب يكرمك يا أم يوسف بإذن المولى عز وجل، ويخرج من صلبك عالم أو أخت معلمة للقرآن والسنة بمنزلة الدعاء إن شاء المولى تبارك وتعالى. زي ما قلت لك يا مضياء، أنت عندك عين ربما كانت في ناس بتبص لك يا مضياء في النعم اللي ربنا يعني كرمك بيها. احفظ نعمتك بكثرة الأذان بفضل الله عز وجل، اضرب الهم الذي استشرف في المكان اللي أنت فيه في بين الجيران أو بين الأهل والخلان بكثرة الذكر والدعاء
أنا شايف بسم الله ما شاء الله الفراش بدأ يتحرك اهوت، الملائكة إن الله عز وجل يعني يصور الملائكة في صورة فراش، يعني فراش ينصر من أجنحتها المسك، سبحان الله عز وجل. أم آدم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا أم آدم، تفضل. ازيك يا شيخ. الله يحفظك ويبارك فيك. أنا عايز أسأل بس عن رؤية. تفضلي. كان حماتي أم زوجي شافت زوجها بيديها مفتاحين للشقة بتاعتها. نعم. بس عايز تفسر الرؤية دي. شافت زوجك بيعمل ايه؟ زوجها هي المتوفي. نعم. ان هو بيديها مفتاحين يعني جداد للشقة. للشقة اللي قاعدة فيها؟ ايوه. طب هي عندها كم من الاولاد؟ هي عندها ولد وثلاث بنات. طيب بص يا حضرتك، يعني بفضل الله عز وجل المفتاحين اذا جاء الميت واعطى مفتاحين فانما يدلان على البركة والرزق، وربما كان على الفتح، على شدة الفتح على الاولاد، اللي بقى خلي بالك، وربما دل المفتاح على شيء يرمز به الميت الى ان الفتح بين العبد وبين ربه في كثرة الدعاء وفي الذكر وفي كل امور الشرع، يعني في القرآن والسنة، يعني تركت فيكم ما ان تمسكتم بهما لم تضلوا بعد ابدا، كتاب الله وسنتي، يبقى الكتاب والسنة مفتاحين الاخر، فعلى اي شيء وان شاء الله بشارة ان شاء المولى. السلام عليكم استاذ سوها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حاج سوها، ازاي حالك؟ الحمد لله. انا معايا كام حلم بس هما صغيرين. تفضل. انا حلمت اول حلم اني ببص في المراية وشكلي جميل، ده حلم. نعم. تاني حلم حلمت اني بكلم والدتي فبتقول لي انا رايح اشتري حاجه، بقول لها دي كلها جيب كرتين التفاح، فبقول لها كرتين عليك يا قوم. الحلم التالت حلمت اني ماشيه في حافيه بس شايفه رجلي واحده هي اللي ماشيه اللي هي اليمين، وسانده على حديده ومعديين على فرن كعيش، الفرن دي موجوده عند والدي فعلا. يعني انت شفت في الحلم ده رجلك اليمين وارمة وانت ماشية؟ لا ماشية كأني يعني مش لابسة حاجة فيها، حافية. نعم. بس رجلي واحدة اللي باينة. رجلي واحدة اللي هي اليمين. والحلم تاني حلمت كأني مشاركة حد في بصة الأخضر كتير. في حلم تاني برضو حلمت اني لابسه زي التريس ازرق وتيشيرت ازرق وواحده اديني زي قماشه كده بيضة، فانا بقول لها دي حلوه شكلها حلو هلبسها زي طرحه، بعد كده قلت لا انا هعملها شال على الاستريتش والبنطلون ده. انت سن كام سنه يا حاج يسوع؟ 30. متزوجة؟ طيب معاك يا اولاد؟ نعم. طيب ان شاء الله هذه بشارة، الطرحة الزرقاء بشارة بالولد الصالح او البنت الصالحة على فكرة. امين. ان شاء الله ربنا يكسيك بنعمة الولد قريبا جدا، لان الازرق من الرزق. خلاص، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهي من الرزق. المال والبنون رزق. خلاص، فانت ان شاء المولى، انا واشرك ان شاء المولى قريبا ستبشر بحمل قريب جدا. كرتونة التفاح قلت ولد صالح او زوج صالح، والبرتقال كذلك الامر، وانت معاك الزوج يبقى ان شاء الله اخ الولد. ان شاء الله كرتونة التفاح دي على كثرة الذرية، ان شاء الله ربنا يفتح عليك بالولد الصالح ان شاء الله. شكلك جميل في المراية بفضل عملك الصالح ان شاء المولى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ ازي صحتك، عامله ايه؟
ام رحمه معاك يا شيخ. ازيك يا ام رحمه؟ تفضلي. حضرتك ما فصلتليش الحلم الثالث اللي هو ان اختي ان اخويا مش منجب ومراته جابت بنت جميله. يعني ما انا قلتلك ان شاء المولى هذه بشاره، لان الرؤيا بشاره من الله عز وجل، فمن حرم الولد وجاء في الرؤيا انها تنجب بنت جميله فالبنت بنت ان شاء المولى. وقال العلم ربما دل على دنيا مقبله، فالدنيا اللي فايته ما كانش فيها انجاب، طب الدنيا اللي جايه يبقى فيها انجاب ان شاء المولى، فهي نقص في معايير الدنيا والدنيا مقبله بالكمال ان شاء المولى. الدنيا جميله ان شاء الله، بشريها بالحمل قريب، لان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعني بشر بذلك وقال زادت النبوه وباقيت المبشرات، فان شاء الله بشرها بالولد الصالح ان شاء الله وبنت الصالح. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا ام يوسف؟ وعليكم السلام. تفضل يا ام يوسف. معلش يا شيخ، انا ما سمعتش التفسير بتاع الرؤية بتاعت بنت اللي شافت الدكتور احمد عبد عمر هاشم. قلت لك انه منزلة لها باذن مولى هذه البنت، الدعاء بمنزلة من الله عز وجل، واذا خص العالم ابنتك بدعاء فسيكون لها منزلة في العلم الشرعي ان شاء الله، ستكون بنت صالحة. تفضل. معي رؤية تانية. تفضلي. تفضلي يا يوسف. هي الشيخ اللي بيحفظ ولادي قرآن هو كان بيشتغل في قناة دينية يعني. نعم. فشاف في الأيام القمرية كان صايم فيها، فشاف إن القمر نازل من السماء وبينور في الشاشة، بيعمل تنويه عن اسمه إنه هو يعني جاي بعد شوية في القناة. نعم. ماشي. ومعايا ابني عنده 11 سنة شاف. انه بيقرأ على دكتور من العلماء برضو على الشاشة قرآن وبيقول اشعار دينية. جميل يا ام يوسف، هذه بشارة زي ما قلتلك سيكون هناك منزلة لابنائك في العلم الشرعي. هم حافظين كتاب الله يا شيخ وازهريين.
لا من غير ما تقولي هو الرؤية تدل على ذلك، سيكون من أبنائك بمنزلة من الله عز وجل من حملة القرآن والسنة بإذن المولى. وبالنسبة للشيخ إن شاء المولى هو كان يعني يستحس بالنجومية وبالشهرة، فإن شاء ربك إن شاء الله قدر الله له أن يكون من أهل الشهرة بإذن المولى. السلام عليكم أم كريمة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حالك عامل إيه؟ كويس الحمد لله. تفضل. أنا شفت رؤية نفسي إني كنت نازلة من عسكريم كأني في البلد بعيد عندنا. نعم. وجدتي وعمي وفي حد معاهم تاني نازلين، بس هم نازلين أنا نزلت الأول، فعمي جالي تليفون فأنا جالي تليفون مع الشيخ أيمن. قلت له انا مفيش حاجه لعمي، قلت له هات التليفون هقول له مفيش حاجه خالص وبعلي الصوت مفيش حاجه خالص. وبعد كده نزلت وسجدت قلت له مفيش حاجه انا تعبانه من كثره الذنوب والمعاصي وابكي بكاء شديد. الله 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 يبارك فيك يا رب ويحفظك ويصلح حالك. الرؤية جميلة جدا، لان هو التشبيه هنا في النزول يا ام كريمة. النزول لا يحمد في الرؤية، واعتقد ان ربنا يعني قال لك مصدر التعب اللي عندك التعب النفسي ضيق الصدر. ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. يبقى الضنك ولم اللي عندك انت ما فيكيش حاجه، لا سحر ولا مس ولا حسد، اللي عندك كثره ذنوب ومعاصي، والذي دل على ذلك النزول، لان الجنه درجات، ويرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. يبقى انا طالع باحمد من اهل الايمان واهل الصلاح، والنار دركات نزول. فمن رأى أنه ينزل في الرؤية فإنه يعني زلت قدمه وكسر عيبه وكسرت سيئاته، فيحتاج إلى الطاعة وإلى القرب إلى الله عز وجل وإلى الاستغفار حتى يصعد. وأنا بقولها كل حلقة، النزول يذم والصعود يحمد. فانت سجدت لله فعلا، المفروض تقوم دلوقتي تسجدي لله انك انت على قيد الحياة ولم يقبض الله روحك على معصية. وابدأ اطلع بقى درجات العلو مع الله عز وجل. ام علي السلام عليكم. الو، ازيك يا ام علي؟ ازي حضرتك يا شيخ؟ الله يحفظك ويبارك فيكي. يا شيخ انا الدعاء اللي حضرتك بتقوله. نعم. اللهم وانس كل وحيد. اللهم يا مؤنس كل وحيد. نعم. حلمت ان انا ماسكة الورقة وبقرا فيها وراكبة مركب انا واولادي وكده، وعمال اقوله ففي باب بيتفتح كده اهوت. كل ما انا بقوله عمال الباب يتفتح. الله الله. وقلت لابني طلعنا بسرعة من المركب وكده، وعلى الشط يعني كده، عشان انا فرحانة وعدت اجري وكده وبقيت مبسوطة خالص. الله. طيب ما هو بشارة من ربنا يا ام علي ان فعلا هذا الدعاء يفك الكروب، وهو نجاة، لان السفينة في الرؤية نجاة. ان السفينة في الرؤية نجاة وبها قال اهل العلم. وربنا قال كده يعني. ربنا قال فانجيناهم واصحاب السفينة. خلاص. يبقى من ركب السفينة ومركب فهو نجاة. وانت رسيت على البر بفضل الله عز وجل وبفضل الدعاء الذي علمه الله لجبريل يعلمه ليوسف. اللهم يا مؤنس كل وحيد، ويا صاحب كل غريب، ويا ملاذ كل خائف، ويا حاضر كل ملأ، ويا سامع كل دعوة، ويا عالم كل نجوى، ويا كاشف كل كربة،
ويا صانع كل مصنوع ويا جابر كل مكسور اخذف رجاءك في قلبي حتى لا اسال احدا سواك ونجيني مما انا فيه انك على كل شيء قدير. وانا بذكركم انه نازل كلتون ان شاء الله، يا ريت نحمله باذن المولى، لان انا واثق ان الدعاء ده بفضل الله مفرج للقرب وجالب للرزق وفي امور كثيره فيه باذن المولى. ام عمر السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك فضيله الشيخ؟ ازيك يا ام عمر؟ الله يسلم حضرتك. انا حضرتك انا قعدت فتره قبل ما ربنا يرزقني الاولاد. نعم. وبعدين حلمت بانه حلمت بمسجد، بس مسجد قديم شويه. نعم. او مسجد عليه تراب حاجه زي كده. نعم. بس. طيب يا ام عمر، ده الرؤية دي شفتها قبل ما تنجبي؟ وربنا طيب. رزقني بعديها بولد بفضل الله. لان انت حتى لو قلت لنا قبل كنت قلت لك انما يعمر مساجد الله، والعمران المسجد الرحم، والداخل فيه كالمولود يولد من ذنوبه كيوم ولدت امه، يخرج من ذنوبه كيوم. ففعلا هو بشارة بالحمل. من رأى مسجد قديم يعني زواج من فترة وما حصلش انجاب. خلاص؟ زواج قديم. ورؤية المسجد انما هو اعمار. المسجد القديم ده هيعمر. هيعمر بفضل الله. والبيت الحمد لله بقى عامل بالولد. اسأل الله عمر انه يبارك لك في اولادك. وأن يصلح لك من شأنه من شأن مولى. أستاذ رجاء من السودان. أستاذ رجاء السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. ازيك يا حاج رجاء، عامل ايه؟ الحمد لله. الله يسلمك. الله يسلمك. اتفضل يا حاج رجاء. الله يبارك فيك. انا حلمت قبل يومين يشوف الشيخ عبد الرحيم البرعي، انا قاعد قدامه. نعم. يقول يلا اسمعنا اسمع والدي. نعم. يقول لي يحشو لي الخير، انا مع والدي. يقول يشوف الخير كل خيرة تكنين يرسلتي. يقول للولد اسمع مويه. تجيني مويه في الكريستانه، بعد مد عليه مويه تبقى بلانه لبن. نعم. انا اقوم اشيله وامشي. نعم. اليوم الثاني حلمت بثلاثه جماري. والثلاثه جماري دول اجوا فعلين حاجه زي جوز الهند ده. يقوم يقول لي ده ناس. انت في الرؤية الثانية حاج رجاء حلمت بتاعت جمال. جمال حلمت عند جبل تلات جمال جمعاري جمري. جمري جمري الطير الطير بتاع الجمري ده. عصافير طيب. لا انا يلا الثلاثة الثلاثة يجي شايلين حاجة بيضة. يقوم يقول لي ده هو جابوا لك عصفور وانا اسف. طيب يا حاج رجاء، بالنسبة للرؤية الأولى كونك تجلس بجوار شيخ ويعطيك كوب من